أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نأخذكم بجولة الأرصاد الجوية والطقس الغير مستقر خلال الأيام الثلاث القادمة. أمطار قادمة الليلة وبكرة وبعد بكرة، تكثر هذه الأمطار في يوم السبت بالليل، قد تكون أمطار رعدية ابتداء من الليلة والغيوم معظمها جنوب غرب الكويت ومنخفض الجوي متقدم. تكثر الإشاعات والكلام غير صحيح في وسائل التواصل الاجتماعي وفي حتى بالجرائد، في ناس تتكلم عن فصل الشتاء أن راح يكون فصل القاسي أو رياح وتقتلع الأشجار. أي شخص يتكلم مهما كان شهادته أو موقعه يتكلم عن فصل كامل، هذا كلام غير علمي، كلام غير دقيق، وما نرجو أن ما تتبعون هذه الإشاعات اللي تطلع بوسائل التواصل الاجتماعي وحتى بالجرائد اليومية. فإدارة الأرصاد الجوية هي الإدارة الوحيدة مخولة أن توصل لكم الخبر اليقين، وأي شخص يتكلم توقعات أكثر من 4 أيام هذا كلامه غير علمي وكلام غير صحيح وكلام غير دقيق. أما حاليا الطقس المتوقع في دولة الكويت، نلاحظ في مدينة الكويت الرياح حاليا شمالية أو جنوبية شرقية أو شمالية شرقية عفوا سرعتها 7 كيلو، الحرارة 23 درجة مئوية، الرطوبة النسبية صعدت 85%، الرؤية الأفقية 10 كيلو ادخل مع الأمطار والطقس غائم جزئيا. معظم الغيوم تحرك ناحية الشرق، حاليا في غيوم تكونت في المناطق الجنوبية الغربية من الكويت، هذه راح نشوفها، هذه متقدمة ناحية الكويت تدخل منطقة عندنا خلال الساعات القليلة القادمة، هو أمطار متوقع الليلة لباكر راح تكون أمطار عادية. هذه الأمطار راح تكون هي منخفض الجوي، الأمطار راح تكون على دولة الكويت بأكملها، تستمر من الليلة بالليل فجر الجمعة إلى صباح الجمعة، ومرة ثانية نفس الأمطار تينا أو أكثر يوم السبت بالليل تستمر إلى صباح الأحد. أما الطقس المتوقع لهذه الليلة ودرجات الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية متوقعة في مطار الكويت الدولي، 19 مدينة الكويت، فيلتشا وربا وبيان جزرنا الشمالية 20 درجة مئوية، العبدلي 18، شقاوة السالمي 18، وفر الميصيب 19 إلى 20 درجة مئوية، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 21 درجة مئوية، رياح جنوبية شرقية الليلة سرعتها من 15 إلى 40 كيلومتر بالساعة، طقس غائم إلى غائم جزئيا، فرصة الأمطار بعد منتصف الليل تستمر إلى صباح الغد. درجات الحرارة العظمى متوقعة 23 إلى 25 في مطار الكويت الدولي، 26 مدينة الكويت، 24 فيلتشا وربا وبيان، 25 العبدلي 28، شقاوة السالمي 28، والوفر والميصيب 26، والجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 24 إلى 25 درجة مئوية، طقس باكر أيضا بالنهار راح يكون غائم إلى غائم جزئيا، رياح معظمها جنوبية شرقية سرعتها من 15 إلى 40 كيلومتر بالساعة، وأمطار تكون متفرقة توقف فترة النهار، تعود هذه الأمطار مرة ثانية الجمعة بالليل وصباح السبت. البحر راح يكون معتدل لعالي الموج أو خفيف لمعتدل الموج، ارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أقدام، المد الأول 10 دقائق بعد منتصف الليل، المد الثاني الساعة 1:30 ظهرا، الجزر الأول في 7:10 صباحا، والجزر الثاني في الساعة 7:10 مساء. أذان الفجر راح يكون إن شاء الله الساعة 4:45، شروق الساعة 6:07، الغروب الساعة 4:57. أما الطقس المتوقع لأربعة أيام القادمة، الطقس راح يكون غير مستقر اليوم يوم الجمعة السبت والأحد، استقرار الحالة استقرار من يوم نهاية يوم الأحد إلى 2 و3، رياح جنوبية شرقية باكر سرعتها من 15 إلى 40، ويوم السبت سرعة الرياح من 25 إلى 50 كيلو، غيوم رعدية يوم السبت بالليل تستمر إلى صباح الأحد، والأحد تحول الرياح إلى شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 35 تستمر ليوم الثلاثاء، يوم الاثنين الثلاثاء سرعة الرياح من 15 إلى 30، رياح اتجاه شمالية شرقية، درجات الحرارة 27 26 و27، واستقرار 19 20 إلى 21 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين نشكر لكم متابعتكم، والآن نلقي طلع على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.